شنو شعورك وهو اخر دفعه من عطرك؟ انا وايد ضايق خلقي. ليش لابسه وطالعه من الحين بروح البوتيكات؟ والله زياده الناس قاعده شلون ادرق اقول ما مدان انا اطلب وكل مره تحطونه سولد اوت. وترى معلق في السعوديه قالوا لي قاعد اقرا الكومنتات. ثانيه واحده بقى شويه واحنا موعدين وايد ناس راح نبوق من المعرض اليوم. والله لا صدق كان زين يعني حسيت ان انا خليتها ليمتد اديشن وهذه اخر دفعه. يا جماعه عطر فرح الدفعه الاخيره بروح البوتيكات والله رايحه الحين ابي زياده ابي العب اللعبه وياك. يعني انت انا قلت رايي بعطرك اوكي ابيك انت تقولين رايك بعطرك. شنو شخصيه شنو العطر يمثلك بشنو؟ لا تقلدين كلامي. قلت لهم توا وايد العطر رقيق عشتو انا عطر بسيط عطر أنيق وايد طبعا مبين ان شارب العطر. يا جماعة العطر أنثى بمعنى الكلمة. أتعب وأنا أقول ان هذا العطر أنيق. بقى آخر يعني كم وصل فرح؟ باقي شوية كم العدد؟ باقي شوية أنا أدري كلكم زعلانين منه لكن راح نحل الموضوع صدقوني وإن شاء الله نحل الموضوع. وموجود آخر كمية من عطر ماي جوي. رضيكم فرح تطلعني بهالمنظر من البيت من تحت لابس حلو من فوق شي شعر يرضيكم؟ فرح ما ادري شنو صار يعني. انا عندي الحل. الحل انك تحط عطر ماي جوي هيرمست شعرك راح يصير حرير. عفوا ماي ستار بعد في شو اسمه سيروم يعني تسويق طريقة يعني نات مباشرة. عطر ماي جوي ما احب ابالغ. عطر ماي جوي حطوه شعركم راح يطول بعد يومين. لا مو شي الحين تشوفوا اعلاناتي حق عطر ماي جوي. عطر ماي جوي عطر الحب. عطر ماي جوي عطر السعادة. عطر ماي جوي رشة وانت مغفل. والله لو عقلك وصلنا البنزين بس اسوي. والله لو اعطي حق شركة عطر ماي جوي ويقولوا لي كذي اسكر الشركة. بخليها تسوي اعلانات حق ولا احد. يلا شو نسوي بعد؟ والله هذا شعر بنروح بوتيكات بنصير مطنزة. بس انا عندي حل. عندي كاب انا احطه في السيارة. البس الكاب طول الطريق. شوفوا قبل وبعد شنو بيصير. شوف السحر اللي انا اسويه. في شباب اكيد يسوون هاللقطة. احنا الشباب عندنا بعد ترى عندنا شي اسرار نسويها. نلبس الكاب فجأة شعرك يصير قوي. فراح اسويها الحين لان هذا مسخرة. Big rubber in the middle gulf. Yeah man. عشان كشختي تكتمل نتعطر بماي جوي. بس الحين انا حسيت ان انا جاهزة حق الكشخة والطلعة ووايد ضايق خلقي من العطر ليمتد اديشن. ودي انزل منه كميات زيادة لانه الحمد لله بالمعرض طالع من التوب 1 باعلى المبيعات وحاليا متوفرة كمية يعني اخر كمية موجودة بالبوتيك. فودي ان انا الحين رايحة بوتيكات. والله رايحة بوتيكات ابي اكلمهم ابيهم ينزلون كميات زيادة حق المعرض وحق الاونلاين لان في وايد ناس تبي تطلب عطر ماي جوي من برا حق جميع دول الخليج هو التوصيل. فناس وايد ناطرته كل ما ينزل يصير سولد اوت كل ما ينزل يصير سولد اوت. الحين هذه اخر كميه موجوده بالبوتيك لان ليمتد اديشن. فرايح الحين بوتيكات ابيهم ينزلون زياده. ما ابي بس يعني حسيت انه كان ليمتد اديشن. والله يعني كنت اتمنى ان يكون هو. خلي اكلمكم شوي عن عطر ماي جوي. في ناس للحين ما تدري شنو مكوناته ما تدري شنو ريحته. عطر ماي جوي سويته بكل يعني وايد مثلني انا. عطر صيفي عطر في ورد حق اللي يحب ريحه الورد والياسمين. انا وايد اموت على ريحه الياسمين. في ناس ما تحب او مثلا تنزعج من ريحه الورد. انا في انواع ورد وعطورات يكون فيها ورد ما ادري شلون يضايق بس انزعج منها. او في ناس مثلا ما تنزعج منها. مثلا طريقه انه مو العطر الورد اللي ببالكم. انا ترى في يعني صدق انا اموت على الورد بس في روائح ورد انا ما احبها. هذا حطيت فيه
يعني ركزت على 3 أنواع ورد، يعني حالاتها تكون بالصيف، عطر صج صيفي، عطر بناتي، يعني على قولة عقل عطر أنثى صج وايد، يعني لما تشمونه راح تحسون صج هذا ذوق فرح، هذه فرح. في وايد متابعين قبل يدرون أنا إيش كثر أحب الورد، وأنا إيش كثر فاهمين أهم شخصيتي، فراح يفهمون شخصيتي بعد ما يجربون العطر وإيش كثر يرمز لي أنا. حاليا مثل ما قلت لكم باجي منه عدد قليل جدا بالبوتيك، وراح يكون آخر دفعة مثل ما قلت لكم توا. أنا ترى وايد زعلان، أنا ضايق خلقي، بروح الحين 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 والله لابسة رايحة بوتيكات حمرة. أوكي إذا ليش تفشلني عادي بعدين قول. لا لأنها حمرة عادي، كل البنات كذي، كل البنات. زين بقول لك شغلة فرح، شنو؟ خلينا نلعب لعبة على عطر ماي جوي. أوكي, أوكي. شنو العطر شنو يعني شنو يعني شنو يمثل شنو شنو السؤال؟ زي وين السؤال؟ أبي جملة مفيدة. فرح توني سابح وحاس إنه استرخاء براسي. شنو العطر؟ شنو شنو يمثل العطر؟ العطر شنو شنو اللي يتمثل فيه؟ توني جاوبت قلت لهم شنو؟ قلت لهم أنا العطر. والله وايد أنا. زخ أنا جاوب. أنت مو ليش ما أنت كله تبجاوبين؟ قلت لهم قبل شوي. بالنسبة لي أنا أوكي والله عاد شوفي من قلبي قاعد أسولف. يعني والله العظيم أنا حلفت العطر يمثلك أنتي، يمثل أناقتك، يمثل شخصيتك، يمثل عفويتك، يمثل طيبة قلبك. العطر بالنسبة لي أنا راح أخلي بوتيكات يسوون منه حقك، يعني تتعطرين فيه مو إذا خلص هذا مو كيفك. في شوية تخلوا هذه ثاني غرشة ثاني غرشة. وأنا من قبل قلت إن هذا العطر ثباته مو طبيعي وضروري ينحط بلستة عطور الصيف بالنسبة لي أنا. يعني أنا تحسبت إن خليته لما تدش يعني شازم خليته موجود. بس العطر بالنسبة لي أناقة فرح، لأن العطر يا جماعة تعرفون شنو؟ البنت الأنيقة اللي تكشخ الصبح، البنت اللي تكشخ بالليل، شيء تبتك كاشخة أوفر كاشخة ورايحة يمع وتتعطر بالعطر. صدقوني إن بالنسبة لي أنا مو عشان أنا ما سولف عن عطر مرتي وايد، يعني أنا أحس استحي، يعني أنا أوكي بسولف عن عطري أعرف، لكن لأن أنا داش بتفاصيله، لكن أخاف بلحظة عبالهم إنه قاعد أجامل. بس أنا بالنسبة لي العطر يعتبر من العطورات الأنيقة، يعني تعرفون في مثلا عطور، أنا ما أبي أشبه عطرك بشيء، لكن في عطور أنيقة بالحياة مثل إم فايف، مستديور، من هالأمور. أنتي عطرك بالنسبة لي أنا كأنا عاشق للعطور فعلا انتي وناسة. شلون شفتوا انا ما عرفت اعبر، هو عبر عن العطر انا لان شميت العطر. فانتي مرات ترى ما اعرف اسوق حق عطري، ما اعرف اتكلم عنه وايد، يعني ما اعرف اقول عنه وايد اشياء. طيب ما ابي اخر دفعة عقيل. الناس كلها زعلانة ان عطوركم مو بكيفكم اخر اخر دفعة اونلاين. يا جماعة ترى خلاص، بس العطر هذا مثل مطلعتني فرح سامح، مطلعتني. عقيل انت ليش طالع؟ ما ادري حبيبي، امش تشارع مطلعتني من شو اسمه، بسرعه بسرعه يلا بروح بوتيكات. بتروحي بوتيكات؟ اوكي احنا انا واروح وياك، بس مو لهالدرجه. كان حطيت عطر ماي جوي هيرمس عشان ينعم شارك. هذا تسويق شنو؟ هذا تسويق شيء يعني بطريقة غير مباشرة. كان حطيت الحل تحط عطر ماي جوي نعم اطراف شارك. بشوف انستغرامات ينزلون شيء وهم قاعد يعبون بنزين، بسوي اللقطة عادي. باباراتي هذا انا مو لا اللي وانا يعني وانا ماسكه هذا اللي يعبي البنزين صورني. والله ودي تصير ويانا هاللقطه انه يعني ينزلون يعبون بنزين. ترى عادي، شو المشكله؟ احس وايد عادي. احنا عندنا كسل، ما ادري احس انه كذي. زين صدق بسوي يعني انا قاعد اتكلم عن نفسي بعد، يعني مو بس هذا، يعني انا ودي ان نوصل لمرحله ان احنا ننزل نصب بنزين. احنا لا صح، هم احنا نصب بنزين، احنا مثلا ندش مطعم احنا نشيل الصينيه نوديها. هذا هذا ودي، بس في ناس تسويها عشان ما نظلم احد. صح صح صح. بس الحين ترى راح اسوي اللقطه. شو تسوي اللقطه؟ ايش في شتي عادي، شو يعني مو تبي تغير المجتمع؟ ما ابي، انا ما قلت بغير مجتمع، ما ادري ايش قاعد تقول.
سيلينا تصوروا قاعد تصب بنزين شنو يعني؟ ترى ذبحتيني بالخبول ملوتك سيلينا سيلينا خبول؟ والله ذبحتينا ترى كلهم يصبون بنزين بنفسهم، انا اليوم بعبي اللكزت بنزين. سيلينا والثاني تايلر سويفت تايلر مايلي بعد في يدي طالعين بس قاعد انسى. ايش فيها اليسا؟ ايش فيها؟ صوت حلو يعني احبها وكل شيء واسمع لها بس يعني ام نوت ا بيج فان. ام ا بيج فان ام نوت ا بيج فان بيكوز شي از كلاسيك اي لايك كلاسيك بس شيز. يا جماعه حابين نقول لكم ان باكر الساعه 7 انا وعقيل راح نكون ببوث لنسمي قاعه 8 غير المسابقات اللي انا وعقيل دائما نسويها وتكون يعني يقدمون فيها عدسات لنسمي فور فري بكميات حلوه. فباكر بنشوفكم الساعه 7 حياكم الله. يعني انا باباراتشي يعني. What's happened to your husband with your husband live malone ها شاكم فينا صبان زين حق ريلي. يا باور جير يا جود جير باور جير وومن باور. على فكره انا بالنسبه لي المراه عندها طاقه اكبر من الرجل. ايه هذه معلومه جديده ولا توني اقولها؟ طبعا وناي وفجاه لا فجاه حاطه راسك عند الباب وقاعده تبكين. لا ما نبي شيء. انا قاعد اتكلم عادي بشكل طبيعي. المراه هي ربه المنزل والنعم فيها ربة المنزل. طاقة هي إيه لها طاقة وتجاب العيالها وتدرسهم وتطبخ وتنظف بيشت وتطلع بيشت وتسوي بيتشت بيتشت. أنا قاعد أتكلم بشكل عام ما قاعد أتكلم عن نفسي. نزل لي ناي مخرج. توني وصلوا تيكات شيكنا على شي يحمس باجي عدد قليل جدا من ماي جوي ويخلص. والله الحين بروح الحين عليهم ما راح يعني اخليها ياخذ كلام. والله سو بقى شوي من عطرك ويخلص مبسوطين راح يحوشك شعوري. والله اصدقها تدري ايش راح يصير؟ في ناس لحين يعني مثلا نايمه وشايفه سنابي معلق في السعوديه اعتقد عندكم قالوا لي معلق وايد. فالعطر ماي جوي عطف الروحي بقى منه عدد شوية وبس. مع السلامة وداعية يا آخر ليلة تجمعنا. كل ما نجي بوتيكات نطلب منهم طلب يدرون يعني قاعد بس هما يعني مدلعيننا مدلعيننا لكن احنا بعد وايد شو اسمه زودناها يا عمري وبس. والله فبوتيكات يعني الله يعينكم علينا الصراحة. أدري انكم مدلعيننا لكن احنا طلباتنا زياده. كل مره نجيب طلب كل مره نجيب طلب. الحين طلب بدل متابعينا احنا بعد الحين جايين من هارين ما نبي عطورنا ليميتد اديشن. غيرنا راينا لا ما يصير ما نبي ما لان في ناس من هارة تبي العطر ما حصلته. ف قاعد نضبط الموضوع قاعد شو اسمه في شيء قريب. صاروخ خذوها مني. انتوا تثقون فيه. هذا ماي جوي المفروض يكون ليميتد اديشن. انا شلون فكرت تصير ليميتد اديشن كل انا بس لا 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 انا مضايق مضايقه ما ابي تشوف في ناس لحين ما لحقت عليه عشان دايركت زعلانين. والله لان مرات السيستم يطلع معلق يطلع سولد اوت بس هو يعني يا رب اخر دفعه. لا بس راح اكلمهم. ايه مو حلو شعرك اليوم ليش تبي كله منك؟ لا عقيل ممكن انت السبب. ليش خليتيني اطلع وشعري ماي ومبلل؟ الحمد لله كيفك؟ ثانك يو سو ماتش. بتشفي الصبح بتحلم فيكي وبتنوم يا عمري.